من إهد إلى زغرت. طريق الزعامة مفروش بالفخامة والخطر لا تقوى عليه فصول الخريف. البيت بأجيال كثيرة له مدخل واحد إلى السياسة وأكثر من نافذة على الماضي. ثمة عائلات لا تشيخ، صورة صورة تنتقل الزعامة معتقة في الأقبية القديمة. وصلت الكأس إلى رنيم عوض، شرب كأس الرئاسة مكللة بالفرح، وسقي كأس الشهادة مجبولة بالدم. لم تكن لرنيم عوض مهنة غير السياسة. كانت السياسة بالنسبة إليه فن صياغة العلاقات والدبلوماسية، كأنه كان جوهرجي السياسة اللبنانية. على الطريق بين جمهوريتين عاش رنيم عوض. في جمهورية إهد وزغرتا بدأ رحلة عمره، وطوال 64 عاما ظل يحاول العبور إلى الجمهورية الأكبر، حتى دقت له أجراس سيدة زغرتا فرحا بانتخابه رئيسا لها. وعلى الطريق بين جمهوريتين استشهد رنيم عوض، جمهورية لبنان الحرب وجمهورية لبنان الطائف. وكان قدره أن تدق أجراس سيدة زغرتا حزنا عليه. لم يتعجل رنيم عوض الوصول، كل شيء يأتي في وقته، كأنه كان يحفر الجبل بإبرة. باكرا شق طريق العائلة إلى السياسة، دخلها نائبا ووزيرا ورئيسا برتبة شهيد. أتقن فن الانتظار من دون ملل، وأجاد بناء الصداقات من دون كلل، كأنه كان بلا خصوم. الاختلاف معه ممكن، والعداء له صعب. في جمهورية إهد زغرتا اجتاز العلاقات الصعبة بين العائلات إلى التفاهم والاعتراف بالتعددية. خرج من سور هذه الجمهورية إلى الجمهورية الكبرى عبر الشهابية، باحثا عن الصف الأول والمقام الأول. دائما كان يغلبه الحنين إلى الهوية الأولى. كان يتقدم بهدوء ويتراجع بهدوء، ولكن في كل الحالات كان يظل في الصفوف الأمامية منذ أصبح شريكا أساسيا في الجمهوريتين. قبل الطائف، صيف العام 1988 كان اسمه مطروحا بين أقل من 5 مرشحين لرئاسة الجمهورية الكبرى. بعد الطائف خريف العام 1989 سقطت كل الأسماء، وصار اسمه كلمة السر. فتحت له الرئاسة أبوابها، وانتظرته على أجنحة الطائرة التي نقلته مع النواب من باريس، أم الجمهوريات الحديثة. هبط مع خطاب القسم في المطار الذي صار يحمل اسمه في القلعات. هناك صار رئيسا. كانت مهمته صعبة وشاقة. 17 يوما أمضاها وكأنها 17 عاما. لقاءات، مواعيد، اجتماعات، كلها تصب في اتجاه واحد، وحدة الوطن والاستقلال. وكان قداره أن يرحل في يوم الاستقلال. هنا صار شهيدا، كأنه مع الطائف ولدا معا واستشهدا معا. كان يقول عنه رفيقه وصديقه الرئيس الياس سركيس
إنه ميزان السياسة اللبنانية. عندما اغتيل انكسر الميزان وبدأ الانقلاب على الطائف، صار الرجل شهيد الطائف.